وفي ايه بالظبط، فيزعزع الثقه وكمان ياثر على ما يمكن يعني انتظاره غدا من يعني مظاهره الانذار الاخير او الزحف الى الاتحاديه كما دعا له قوى وطنيه وسياسيه وشبابيه في مصر. لكن ده العنوان، ده الموجز، التفاصيل هقولها بعد شويه، لكن العنوان والموجز الاهم ان قضاه مصر لم يعني يتخذوا اي موقف مخالف حتى ساعته وتاريخه لقرارهم الواضح الساطع بانهم لن يشاركوا في الاستفتاء، لن يشاركوا في الاشراف على هذا الاستفتاء. بتجري تحت الجسور مياه وبتتغير امور وتتعدل الاوضاع، جايز وارد، الضغط عالي جدا وسيف المعز وذهبه شغال، لكن المؤكد ان القضاء حتى الان على موقفهم الواضح الحاسم الصارم، فضلا على انه موقف النيابة الإدارية أو أعضاء هيئة النيابة الإدارية هيبان يوم الجمعة بجمعية عمومية. ومن ثم اللي حصل النهاردة بقى من حكاية مجلس أعلى للقضاء والحاجات دي، يعني شيء لزوم الشيء هنعرض له ونوضح ونقول فيه بالظبط. لكن قبل كده أنا مستوقفني بيان وزارة الداخلية. شو بس عشان المسألة تبقى واضحة، اللي حصل ولا يزال يحدث حول المحكمة الدستورية العليا من حصار ومنع قضاتها رغم ادعاء وزارة الداخلية العكس، ومنع قضاتها من دخول المبنى ومن ممارسة أعمالهم ومن النظر في قضاياهم، جريمة وإرهاب يتم برعاية وحماية مش وزارة الداخلية بس تحديدا، ورئاسة الجمهورية شخصيا. النهاردة يصادفك، يواجهك، أو يوضح لك، أو يكشف لك، أو يشيل لك ستر الجهتين دولة، الداخلية والرئاسة. فيما يخص موضوع الدستورية، لموضوع إنك تحاصر محكمة وتمنع دخول قضاتها بعد ما عملت هتافات معادية لهم ومهددة لهم بحياتهم ومهددة لأبنهم ولشخصهم. المشهد اللي عامل، احنا لا يمكن ان نكون شعب محترم وحكومة محترمة ورئاسة محترمة والموضوع ده مسكوت عنه، ولا كأن حاجة حصلت او ولا كأن حاجة بتحصل. لما رئيس يقبل بالميليشيات ولما رئيس يقبل بمظاهرات محتشدة بالأوامر ومن تيار ومن جماعته المؤيدة ويعطل أعمال الدولة ويعطل أعمال القضاء، فإن سكت فهو مشارك في هذه الجريمة، وإن وافق فهو مشارك في هذه الجريمة، وهو مشاهد وشاهد فهو مشارك في هذه الجريمة. دي جريمة الدول اللي عندها ذرة من كرامة ومن كبرياء تنتفض في مواجهة الجريمة دي، لكن الطرمخة والطناش وقلة الحياة السياسية اللي سائدة في أوساط الحكم في مصر إلى درجة التعامل يعني إذا كانت المحكمة عليت أعمالها دلع، تدلل، ترفع، تأفف، تتحاسب، يعني الصمت في الحالتين يعني مذهل. لو هم بيعملوا كده وهم اللي معطلين أعمال القضاء عمدا وتعمدا بدون أدلة ممسوكة مفهومة معروفة إنه في قاتلة دعوا إلى إنه يضربوا القضاء بالجزمة، قالوا كده بالجزمة، كلام منشور مش هذيعه، لكن هو موجود من اللي بيطبلوا ويزمروا لمحمد مرسي دون ان ينطق. محمد مرسي ببنت شفا، بكلمة يعني، بنت شفا يا كلمة. لا، ده اتحفن النهاردة ياسر علي المتحدث باسمه وباسم الرئاسة بتصريحات الحقيقة يستحق عليها يعني الكثير جدا من علامات الاستفهام وعلامات التعجب.
المشكل مش في الإرهاب لا الفكري ولا السياسي ولا الإرهاب المسلح بس، المشكل في رعايته أو حمايته أو دفعه للانتشار والتواجد والتأثير لصالح قراراتي أنا كرئيس. إزاي؟ النهاردة بيان وزارة الداخلية بيقول أكد مصدر أمني مسؤول، أنا طول الوقت بكره المصدر الأمني المسؤول. يا جماعة يا وزارة الداخلية يا وزارة إعلام يا حكومة يا وزارة بيئة يا أي وزارة في الدنيا وأي جهة مسؤولة في الدنيا يطلع حد يقول لنا اسمه، مفيش حاجة اسمها مصدر أمني مسؤول ولا مصدر حكومي مسؤول، يطلع يقول اسمه، لأن الكلام ده في تحمل مسؤولية وفي وضوح للرؤية وفي شفافية، لازم يبقى الأمور شفافة قدامنا. مفيش مصدر أمني مسؤول، مين مصدر أمني مسؤول ده؟ بوزارة الداخلية أن ما أثره البعض بشأن عدم قيام الجهاز الأجهزة الأمنية بتأمين مقر المحكمة الدستورية وأن ذلك تأمرا، مش عارف أن ذلك تأمرا دي تيجي إزاي، ضد القضاء أمر منافي للحقيقة، حيث عززت الخدمات الأمنية في ليلة الجلسة وصباحها بقوات إضافية بلغت 12 تشكيل من قوات الأمن المركزي وأربعة ميكروباصات مدرعة وقيادات أمنية وبحثية على أعلى مستوى. وبعدين إيه اللي حصل؟ يعني دخل القضاء، اتأمن القضاء، وانت فاكر هي القصة قصة انك انت واقف تتفرج عليهم هم بيدخلوا، يعني هم بيدخلوا ويتضربوا مثلا هتعمل ايه حضرتك؟ ناس ده الناس متظاهرة في الجنينة، ناس متظاهرة وقاعدة في الجنينة وعلى الرصيف وبينهم امطار. طب دخلوا وحكموا ايا كان الحكم هيطلعوا ازاي؟ الارهاب المحيط ده انت لم تمد يدك لوقفه، ده مش معناه انك تمارس العنف، لان الناس ما مارسوش العنف في الحقيقة، الناس لغاية دلوقتي بارهاب لفظي بس وارهاب معنوي وارهاب بالتواجد وبالوجود، لكن ما عملش اسلاك شائكة. يعني اشمعنى النهاردة في اسلاك شائكة حول قصر الاتحادية مخافة مسيرة الغد؟ عايزين نفهم بقى راس الخيار والفقوس اللي شغال في البلد دي، عايزين نفهم بقى مين له الخيار ومين عنده الفقوس، عشان نبقى عارفين ان يعني لم تعد تتساوى الرؤوس. بقى دلوقتي اللي يتحمي هو مبنى جماعة قوى المسلمين في المواطن اللي هو في صدر المدرعات ويحميه، اللي يتحمي قصر الاتحادية عشان في الرئيس، انما ما يتحميش المحكمة الدستورية العليا. ليه؟ ان شاء الله معانهم اجتمعوا، مش عايزينهم يطلعوا الحكم، عايزين نرهبهم، عايزين نرهبهم. مين انتوا يا عايزين؟ مؤسسات الدولة. الدليل ايه؟ تعال افرجك بس على دقيقة كده من مشهد الحصار ونسمع فيما يقال وندرك فيه هل المصدر الامني بالمسؤول ده هل مسؤول فعلا ولا حقيقة الامر انهم بيحولوا وزارة الداخلية. مش قلنا يا جماعة اتكتب الشرطة في خدمة القانون؟ مش قلنا ده كلام فارغ والشرطة في خدمة الشعب وقالك رجعت في خدمة الشعب؟ مش قلنا ان وزارة الداخلية دي مش وزارة الرئيس، رئيس يروح ورئيس يجي، دي ولا وزارة النظام، دي وزارة الدولة، وزارة البلد، وزارة الشعب، يعني يحمي الدستورية زي ما بيحمي الرئاسة، يحمي المواطن ومكتب الإرشاد زي ما يحمي مكتب أي حزب معارض، يحمي المعارض زي ما بيحمي المؤيد. إنما إنه يبقى في هذه الحالة من إنه أنا أرمي قنابل غاز على متظاهرين التحرير وارمي ملبس على متظاهرين الجامعة ليه؟ واحمي حط سلك شائكة قصاد الرئاسة واصل المسيرات السلمية اللي جاية ومش عارف اصلحنا ايه، وبينما المحكمة الدستورية اتواطأ واسكت واوافق. خلينا نشوف الفيديو الذي يظهر ويفضح ويكشف
لكن الحقيقة بقول لكم عشان بس الرسالة تبقى واضحة، لأن في ناس ممكن يصيبها بعض خيبة الأمل إن الكلام ده بيتقال بالوضوح ده ومفيش حاجة بتحصل. وأنا بقول لكم إحنا نكشف الحقيقة لكن مش مسؤولين عن تغيير الواقع، لأنه كمان البلد فيها قدر من سماكة الجلد وقدر من الإرهاب، وموتوا بغيظكم، إلى درجة مدوية. اللي دعا إلى حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من الدخول وضربهم وهدد بالجزم، مؤيد من مؤيدي مرسي وخطيب من خطباء مرسي وداعم من داعمي مرسي ومجلجل في مؤتمرات مرسي وفي مظاهرات المدعمة المرسي، ولهذا لم يقترب منه أحد. يا لو طلع بكرة الصبح واحد وقال لك تعالوا روحوا اعملوا مش عارف ايه في المقطم ولا اعملوا ايه في الاتحادية، يبقى نسكت؟ احنا شخصيا كمجتمع نسكت؟ نسكت على اللي بيروج للعنف ايا كان؟ نسكت على اللي بيمارس الارهاب والتهديد ايا كان، سواء هنا ولا هنا؟ لا. بقى دلوقتي احنا في حالة من اذا سرق الشريف تركوه، واذا سرق الضعيف واقاموا عليه الحد، عشان كده هتهلكوا. وعشان كده طول الوقت بيحصل الهلاك السياسي والاقتصادي للنظم الدكتاتورية اللي تسمح لنفسها بالارهاب وممارسة الارهاب. وعايزة كمان، انا متأكد، انا على ثقة كاملة ان في ضباط في وزارة الداخلية مش هيخلوا وزارة الداخلية ميليشيا للاخوان، مش هتبقى ميليشيا للاخوان الحقيقة ولا لتنفيذ اغراضهم، لكن حقيقة الامر ان السياسات والاستراتيجيات والناس اللي قاعدة فوق بتعمل حاجات مرعبة، بتفك صواميل البلد، بتخلي اي حد عايز يعمل اي حاجة من بتوعهم يعملها، يحاصر اللي يحاصر ويمنع اللي يمنع، ولا يؤخذ ضده اي اجراء من اي نوع. والحاصل دلوقتي هو ده، هو التصفيق والتهليل او الصمت والتواطؤ والطرمقة والطناش على هؤلاء الذين يهددون ويحاصرون ويمنعون المحكمة الدستورية ممارسة عملها. ليه؟ لانه على الهوى، لانه يحقق رغبة الرئيس، وهنا الخطر. كل واحد بقى الرئيس مش عاجبه حد فلاقيله مظاهرة تعمل اللي مش قادر يعمله الرئيس ومش قادر يقرره. شوفوا المتظاهرين قالوا ايه اللي حوالين المحكمة الدستورية العليا. الشرطة مصلحة، ايد واحدة، الشرطة مصلحة، ايد واحدة، الشرطة مصلحة، ايد واحدة. الشعب الكريم، الزبال اعتصم والقاضي معتصم، والشرطة اثبتت انها كن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خير الكن هو مصر. خير تحية كبيرة كبيرة قوي شرطتنا، شرطتنا ما زالت بخير والقضاء في شر. شكرا للداخلية.